السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الأعمال التي ينبغي القيام بها في آخر يوم من رمضان؟ وكيف نستمر في صيامنا وعباداتنا بعد رمضان؟ ولماذا معظم الناس يتوقفون عن العبادة بعد رمضان؟ وما هي الأعمال التي تجعلك تتقرب إلى الله أكثر كل يوم في رمضان وخارج رمضان؟ أخي الحبيب، انتبه معي لهذه القضية المهمة. في أول يوم من رمضان تمتلئ المساجد، الكل يلتزم بالعبادات. اليوم الثاني الثالث، كلما تقدم رمضان حتى يأتي العيد، تجد أن نسبة كبيرة أهملت هذه العبادات وغفلت حتى عن القرآن، عن تدبر القرآن. طب لماذا هذا السلوك؟ يعني المفروض يعني نحن نقوم بالعكس، نعمل العكس. النبي عليه الصلاة والسلام كان في العشر الأواخر من رمضان يجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيرها، وكان كلما يعني في اليوم الأول يجتهد من العشر الأخير، في الليلة الثانية يجتهد أكثر، وهكذا أكثر شيء يجتهد في آخر يوم من رمضان وهي ليلة العيد. ليلة العيد الناس نجدهم يلهون في أشياء دنيوية ويغفلون أنه من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. هذه الليلة دائما أخي الحبيب سأعطيك قاعدة، كل المواطن والأوقات التي يغفل الناس فيها عن الله حاول أن تكثر من عبادة الله فيها. يعني عندما تخالف الناس دائما أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يؤمنون، أكثرهم لا يشكرون، لا يفقهون، دائما الأكثرية على خطأ بنص القرآن الكريم. نحن اليوم نعتبر أن الأكثرية هي الصواب، لا، الأكثرية من الناس دائما تكون على خطأ، النسبة العظمى من الناس. وهكذا قرر القرآن، وهذا هو الواقع اليوم، هذا هو الواقع حقيقة، يعني ليس اليوم فقط، منذ آلاف السنين. يعني سيدنا لوط وهو نبي كريم أرسله الله لأناس يفعلون الفاحشة، يفعلون الشذوذ، أرسله الله لهؤلاء الناس الذين يعني سبحان الله يضرون أنفسهم، يؤذون أنفسهم بهذه العادة، يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وكان يقول لهم إن الله خلق لكم أزواج مطهرة، لماذا تقومون بهذا الفعل؟ فالجواب الذي صدر منهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، هذه الآية أجدها أنا عنوان اليوم. في كثير من الأماكن تجد أن الإنسان الذي يدعو للطهارة والعفاف ويدعو للخير يقال له أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهذا النبي الكريم خلال سنوات دعا قومه وكان عددهم بالآلاف، كم واحد أسلم منهم؟ ولا واحد، حتى امرأته كانت كافرة. سبحان الله، انظر، فقط سيدنا نوح وبناته كانوا مؤمنين. قال تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت واحد فقط، بيت واحد في قرية أو مدينة كبيرة ربما فيها 100,000، لأن قوم يونس كانوا 100,000، فربما قوم لوط كانوا 100,000 أو 10,000. تخيل، لا يوجد ولا واحد مسلم إلا سيدنا لوط وبناته. طيب، هذه الحالة هل جعلت سيدنا لوط عليه السلام يتبع الأكثرية أم أنه يحافظ على ما أمره الله به ويحافظ على طهارته؟
لذلك أخي الحبيب نجد اليوم معظم الناس منشغلون بالدنيا، منشغلون بلقمة العيش، منشغلون بالأحاديث الفارغة التي لن تفيدك شيئا، أن أنت تتكلم بكلام يسجل عليك أمام الله وليس منه فائدة. والنبي قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. الشيء الذي تتكلم به هو سبب هلاك معظم الناس، ما تتكلم به بلسانك. من حفظ لسانه وفرجه النبي ضمن له الجنة، فقط أن تحفظ لسانك وفرجك. لذلك هنا مشكلة اتباع الأكثرية هي التي تدمر الإنسان، فأنت كن من الأقلية. القرآن العظيم يقول: وقليل من عبادي الشكور. أنت كن من هؤلاء القلة القليلة التي تشكر الله والتي تكون مع الله سبحانه وتعالى. السبب الذي يجعلنا نبتعد عن العبادات بعد رمضان أننا رقم واحد لا نتدبر القرآن. نحن نقرأ القرآن ولا نفهم، وإذا فهمنا لا نتدبر. التدبر مرحلة عالية جدا أخي الحبيب. تفسير القرآن هو أول مراحل التدبر، أن نفهم معاني الآيات فقط، هذا هو التفسير. ولكن ماذا يريد مني الله سبحانه وتعالى؟ هذا شيء من التدبر. كيف أطبق ما قرأته وفهمته؟ هذا نوع من التدبر. كيف أخشع وأتأثر وأبكي مع القرآن؟ هذا نوع من التدبر. كيف أعدل سلوكي في الحياة؟ هذا أيضا تدبر بناء على الآيات. يعني الله عز وجل عندما يقول لي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أقرأ هذه الآية ثم أكذب، كارثة. إذن أنا لم أفهم، ربما فهمت ولكن لم أتدبر. التدبر أن تمتنع تماما عن الكذب، لا في رمضان ولا خارج رمضان. الصيام أخي الحبيب عبادة ليست مثل بقية العبادات، عبادة خاصة، لذلك جزاؤها الله يجزيك بينك وبينه. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. حقيقة الصلاة عبادة يمكن للإنسان أن ينافق فيها، ممكن أن يذهب ويقف حتى لو كان إماما، يقف ويقول: أنا أصلي بالناس وصوتي جميل مثلا، والناس طبعا يعجبون به ويبهرون بصوته وأدائه، ربما هو في داخله نفاق. الصدقة التي يتصدق بها، كثير من الناس يقول: أنا بنيت كذا مسجد وعملت كذا، يفتخر رياء، وهذا يأخذ عليه عقوبة وليس أجرا. الحج ربما يقول: أنا ذهبت للحج. إلا الصوم، بالصوم لا يستطيع الإنسان أن ينافق بالصيام. كيف ينافق؟ ما أنت تصوم بينك وبين الله، من الذي يطلع عليك؟ حتى لو قلت أمام الناس أنا الصائم لا يعني شيئا بالنسبة لهم، لأنك قد تكذب عليهم. أما الصلاة هم يشاهدونك تصلي، يشاهدونك تتصدق، يشاهدونك تحج. أما كيف لإنسان أن يعرف أنك فعلا صائم لا تكذب؟ لا يعرف إلا الله عز وجل. لذلك قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إنه عبادة سرية خاصة بينك وبين الله عز وجل. من الأعمال التي تجعلك تحافظ على صلاتك وصيامك وقيام الليل بعد رمضان أن يكون هدفك إرضاء الله عز وجل. معظمنا فقد هذا الهدف اليوم. كيف أرضي الله؟ يجب أن يكون الهم رقم واحد عندك ليس الدراسة أو العمل أو البيت أو
الرزق أو كذا، لا، يجب أن يكون الهم رقم واحد هو إرضاء الله عز وجل. ومن جعل الله همه كفاه الله سائر الهموم. من كان الله هم يعني همه الأول كفاه الله سائر الهموم. عندما تكون يعني في الليل حذرا تقول متى سيكون لقاء الله، يكون لسان حالك هكذا أخي الحبيب، متى سألتقي مع الذي خلقني ورزقني وهداني وأطعمني وسقاني وكساني، متى سأرى الملائكة، متى سأرى النبي صلى الله عليه وسلم، متى سألتقي مع الصحابة الكرام، مع أنبياء الله. نحن كلنا أيها الأحبة إن شاء الله، إن شاء الله إذا توفانا الله على الإسلام سنكون في الجنة، ومراتب الجنة كثيرة جدا، كل منزلة ما بين السماء والأرض، منازل عالية. لذلك قال في جنة عالية، نحن يجب أن نطمح لهذه الجنة العالية. للأسف في الجنة الكثير من الناس يقول لك أريد أدنى مرتبة، ولكن في الدنيا لا يرضى، في الدنيا الفانية التي لا يضمن أن يعيش حتى ساعة واحدة، يقول لك أنا أريد بيت كبير، أريد قصرا، أريد كذا، أريد كذا، أريد أرض كبيرة، يريد رفاهية أكثر، ويسعى ليلا نهارا لها. عندما تقول له الجنة يقول لك لا، أنا أرضى بأقل منزلة في الجنة. طيب لماذا؟ الجنة دائمة، خالدا فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. لماذا ترضى في الجنة أن تكون في أقل مرتبة وفي الدنيا لا ترضى، مع أنها ستزول هذه الدنيا؟ لذلك أحبتي في الله، النبي كان بالعكس، النبي كان في الدنيا يرضى بأقل الأمور، ولكنه في الآخرة كان يرجو الوسيلة، وقال سلوا الله لي الوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سأل لي الوسيلة حقت له الشفاعة أو وجبت له الشفاعة. لذلك نريد أن نطمح لمنزلة عالية في الجنة. هذا السبب الثالث، أن طموحاتنا أصبحت محدودة. من يطمح لمنزلة عالية في الجنة، جنة الفردوس، أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعيش في وسط الأنبياء. تخيل أنك تكون مع سيدنا آدم ونوح ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى، وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، أن تكون مع هؤلاء الكرام، تكون مع الصديقين، مع الشهداء، مع الصالحين. إحساس رائع جدا، لا سعادة بعد هذه السعادة والله أيها الأحبة. لذلك عندما تضع هدفا في رأسك أن تصل لمرضات الله وللقاء الله وأن تكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ستجد أنك تجتهد أكثر وأكثر وأكثر. قضية رابعة أو خامسة لا أدري، عدم التفكير بالموت. أحدنا لماذا تجد الهموم تتراكم عليه؟ لأنه لا يفكر بالموت. هموم الدنيا تتراكم وتتثاقل عليه، لأن نظرته فقط إلى الدنيا، يظن أنه سيعيش أبد الدهر. لا، الموت قد يأتيك في أي لحظة، الموت قد يأتي في جزء من ثانية، لا يفصلك عن الموت إلا شيء شعرة فقط. ونحن نرى من يموتون، لم نرى شخصا يعني قال إنني سأموت بعد كذا مثلا. لا لا، الموت يأتي بغتة. فلذلك إذا فكرت بقضية الموت وما بعد الموت ونزول القبر، ستجد نفسك والله لن تستطيع النوم، ستجد نفسك في كل لحظة قلق، في حالة
يعني كما وصف الله تعالى فريقا من عباده المؤمنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما ينامون، قليل من الليل، وبالأسحار يعني وقت السحر قبل الفجر بقليل هم يستغفرون. وفي آية أخرى: أمن هو قانت أناء الليل، يعني أوقات من الليل قانت خاشع متعبد حذر يخشى الله يخشى عذاب الله يرجو رحمته، أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. القضية تحتاج إلى علم أخي الحبيب، تحتاج منك أن تدرك مصيرك الحقيقي ليس في الدنيا، بيتك الحقيقي هناك. المنزلة الأولى كنت في الرحم، المنزلة الثانية في هذه الدنيا، وهي منزلة ضيقة وقصيرة جدا. المنزلة الثالثة في القبر، والأخيرة الرابعة إما في جنة عرضها السماوات والأرض وإما في عذاب مقيم والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأله إن شاء الله في نهاية هذا الشهر الكريم، وقد بقي يوم أو يومين على نهاية هذا الشهر، أن يرحمنا ويغفر لنا ويتوفانا على الإيمان. انظر إلى سيدنا يوسف وهو كان على عرش أعظم دولة في ذلك العصر: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما ماذا وألحقني بالصالحين. طلب من الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه على الإيمان: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا جميعا على الإيمان، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.